وإلى المرحومة أبو حجة فاطمة بنت هادي جاي، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفاة من حفار نيرة. اللهم انزل الرحمة والشفاعة والمغفرة إلى القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخل الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اسمع عبادتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.